أهلا بكم أعزائي الطلاب في السلسلة التعليمية الجديدة لمادة العلوم للصف الثامن. إفصاليات الأرجل. سنتكلم في هذا الدرس عن: أولاً الانتشار والتنوع، ثانياً صف لينات القصعة، ثالثاً صف العنكبوتيات، رابعاً صف خطافيات الأرجل، خامساً صف الحشرات، سادساً دور مفصليات الأرجل في البيئة، سابعاً مبدأ المكافحة الحيوية. مفصليات الأرجل أكبر شعب الحيوانات، تتضمن الحشرات والعنكبوتيات والقشريات وعديدات الأرجل. الإحصاءات التقريبية تذكر أن 80% من الحيوانات من هذه الشعبة. أولاً الانتشار والتنوع. تعيش المفصليات في كل البيئات، وهي إما حرة أو متطفلة أو مفترسة، ودورها في حياة الإنسان إما أن تكون نافعة كالنحل ودودة القز، أو ضارة كالبعوض والذباب، أو سامة كالعقرب. أهم صفوف شعبة مفصليات الأرجل: أولاً صف لينات القصعة، القشريات. مثال: سرطان الماء العذب، يتكون جسمه من الرأس الصدري والبطن، يغطي جسمه درع كلسي كيتيني. تنمية مهارة المقارنة، سرطان الماء منفصل الجنس، ويمكن تمييز الذكر من الأنثى، بطن الأنثى عريض أما بطن الذكر فضيق. الوجه الظهري لسرطان الماء العذب: لاحظ قرن استشعار، قرين، عين، ملقط، أرجل حركية، الرأس الصدري. الوجه البطني لسرطان الماء العذب: لاحظ قرن استشعار، قرين، عين، ملقط، قطع فموية، أرجل حركية، البطن. ثانياً صف العنكبوتيات. الرأس الصدري يحمل 4 أشفاع من الأرجل المفصلية الحركية. هل تعلم؟ العنكبوت والعقرب من العنكبوتيات. ينسج العنكبوت شبكته ويترصد الحشرات الصغيرة بغية صيدها وافتراسها. إثراء: لو لم تكن هناك عناكب لجاع البشر حتى الموت، فكمية الحشرات الضارة بالزراعة التي تفترسها العناكب في اليوم الواحد تفوق في وزنها وزن سكان العالم. ثالثاً صف خطافيات الأرجل. أحد الصفوف مفصليات الأرجل ذات أرجل كثيرة، مثال عليها الحريش العاض 44، وهي كائنات ليلية تكثر في المناطق الحارة بين بقايا أوراق الشجر أو تحت الحجارة، سامة وتفرز رائحة كريهة، مفترسة لاحمة تتغذى على الحشرات والديدان. سميت باسم أم 44 لوجود 44 زائدة، يقسم الجسم إلى رأس وجذع، منها ألفيات الأرجل ومئويات الأرجل. يتألف جسمها الأسطواني من 25 إلى 100 حلقة، تعد من آفات الحدائق. رابعاً صف الحشرات. تأكل الحشرات كميات هائلة من الطعام من أصل نباتي أو حيواني،
وهذا التباين في أنواع الغذاء يتطلب تحوراً في شكل القطع الفموية، ويمكن تصنيف الحشرات تبعاً لأجزاء الفم حسب الجدول. النوع حسب أجزاء الفم: قارضة كالصرصور، ثاقبة ماصة كأنثى البعوض، ماصة كالفراش، راشفة كالذباب، قارضة لاعقة كشغالة النحل. تتكاثر الحشرات بواسطة البيوض، وتمر هذه البيوض بنمطين من التحول حتى تصل إلى حشرة كاملة. أولاً، التحول التام أي التطور الكامل. ثانياً، التحول غير التام. حشرة كاملة تعطي بيوضاً، تفقس هذه البيوض معطية حوريات، تنسلخ عدة انسلاخات حتى تصبح حشرة كاملة. هل تعلم؟ الحشرات أولى الكائنات الحية التي أصدرت الأصوات وشعرت بها، وتقوم بإصدار الصوت عبر حركة آلية معينة. وفي صرصور الحقل يتحقق ذلك عبر حف الأرجل الخلفية بعضها ببعض. تصنيف شعبة مفصليات الأرجل: صفو لينات القصعة، معظمها مائية، درعها كلسي كيتيني، الجسم مقسم إلى الرأس، الصدر، البطن، وفي معظم الأنواع الجسم مقسم إلى منطقتين: رأس صدري، بطن، مثل الروبيان. التنفس غلصمي. صف العنكبوتيات، معظمها يعيش على اليابسة، الجسم مغطى بجلد تشرب بالكيتين. الجسم مقسم إلى رأس صدري، بطن، مثل العقرب، العنكبوت. جهاز التنفس يتألف من نمطين: نمط ورقي، نمط قصبي. صف خطافيات الأرجل، تعيش على اليابسة، الجسم مغطى بجلد تشرب بالكيتين. الجسم مقسم إلى رأس، جذع متطاول مؤلف من عدد كبير من الحلقات مثل الحريش العاب. التنفس قصبي. صف الحشرات، تنتشر في كل البيئات، الجسم مغطى بالقشيرة الكيتينية، الجسم مقسم إلى الرأس، الصدر، البطن مثل الصرصور. التنفس قصبي. الصفات العامة لمفصليات الأرجل: أولاً، أجسامها جانبية التناظر ومقسمة إلى مناطق عدة. ثانياً، يغطي أجسامها هيكل خارجي صلب. ثالثاً، جهاز الدوران عندها من النمط المفتوح. رابعاً، تكيفت أجزاء الفم مع أنماط عديدة للتغذية. خامساً، جهازها العصبي بسيط. سادساً، الجنسان منفصلان والإلقاح داخلي. سادساً، دور مفصليات الأرجل في البيئة. أولاً، يستخدم بعضها كغذاء للإنسان مثل الروبيان. ثانياً، تعد القشريات الصغيرة وبعض الحشرات غذاءً مهماً للأسماك والطيور. ثالثاً، تنتج بعض الحشرات مواد اقتصادية مثل الحرير والعسل. رابعاً، تستخدم بعض الحشرات في البحوث والتجارب العلمية. خامساً، تؤدي دوراً في تأبير النباتات الزهرية. سادساً، تسبب بعض المفصليات أضراراً للإنسان والحيوان والنبات. الصرصور المنزلي: أولاً، عند الصرصور عينان مركبتان وثلاثة عيون بسيطة. ثانياً، تتكون كل عين مركبة من عناصر بصرية،
ويلتقط كل عنصر بصري صورة جزء من الجسم المرئي. ثالثاً، الصورة مجزأة والإبصار فسيفسائي عند الصرصور. رابعاً، يوجد لديه ثلاثة عيون بسيطة للتمييز بين الضوء والظلام. خامساً، نلاحظ على جانبي الرأس من الجهة الأمامية قرني استشعار. سادساً، الأجزاء الفموية قارضة. أعضاء الحس عند الصرصور: الجهاز العصبي. أولاً، يتألف من عقدة عصبية مزدوجة فوق المري، أي العقدة الدماغية. ثانياً، عقدة عصبية مزدوجة تحت المري. ثالثاً، طوق عصبي حول المري. رابعاً، حبل عصبي بطني مزدوج. عليه ثلاث عقد مزدوجة عصبية صدرية وست عقد مزدوجة عصبية بطنية. جهاز الهضم: لاحظ الشكل المجاور وتعرف على أقسام جهاز الهضم. جهاز الدوران: أولاً، يتألف من قلب أنبوبي متعدد الحجرات. ثانياً، يدخل الدم إلى الحجرات عبر فتحات جانبية. ثالثاً، يخرج الدم من شريان رأسي في مقدمة القلب إلى الفضوات الجانبية في الجسم. رابعاً، يعد جهاز الدوران من النمط المفتوح. جهاز التنفس: أولاً، يتألف من سلسلة من القصبات التنفسية التي تنفتح على جانبي الجسم لعشرة أشفاع من الفوهات التنفسية. ثانياً، يصل الهواء إلى الخلايا مباشرة دون أن يتوسط الدم في ذلك لخلوه من الخضاب. التكاثر: الإلقاح داخلي والتطور غير تام. إن أنابيب مالبيكي لدى الحشرات تستخلص الفضلات الآزوتية، أي حمض البول، من الدم وتلقيها في المعي الخلفي. سابعاً، مبدأ المكافحة الحيوية: تسليط كائن حي على كائن آخر بهدف القضاء عليه أو الحد من انتشاره. مثال: الدعسوقة حشرة نافعة تفترس حشرة المن الضارة وتقضي عليها. الفرق بين التحول الكامل والتحول الناقص؟ التحول الكامل لا يمر بمرحلة الحورية، التحول الناقص لا يمر بمرحلة العذراء. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. للاستفسار عن أي معلومة أو فكرة مرت معنا، تواصلوا معنا عبر العناوين التالية: نراكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.